محمد وآل محمد، وصل على النبي محمد تقول زينب عليها السلام. وكلما تغادفت الليالي والأيام وليلى تزداد في كل يوم بهاء وجمالا، وأنا متعجبا منها غاية العجب. فقال لي أخي أبي عبد الله الحسين: صبط رسول الله محمد اعلمي يا أخي أنها حظيت بهذا النور من ثلاثة أوجه: أولهم نور الإيمان، والثاني نور الشهادة، والثالث نور السيادة. تقول زينب: فلما زلت أراقب حتى تحرك الجنين في بطنها، وكلما تحرك تزداد حسنا وجمالا، وأنا لا أفارقها مشغوثة بها لعظيم أدبها وورعها وزهدها وعبادتها. وكلما تتابعت شهورها أرى لها معاجز وبراهين، حتى دخلت شهرها التاسع. فلما كانت تلك الليلة التي ولد فيها علي الأكبر عليه السلام، أتيت إلى منزل أخيها الحسين: صبط رسول الله وهو ملازم المنزل. فلما سمع صوتي خرج إلي يقول: يا زينب تعالي إلى ليلى، فإنها ستلد هذه الليلة ولدا يكون شبيه الرسول محمد. تقول زينب: فدخلت وجلست عندها حتى تبلج نور الفجر، فعند ذلك أتاها المخاض، فاستدعت زينب عليها السلام بأم البنين وأم كلثوم وبعض النسوة من بني هاشم، فالتفوا حولها، وزينب مسندة لها في صدرها وهي رافعة كفها إلى السماء متضرعة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، تسأله أن يسهل عليها ولادتها. قال صاحب الحديث: فبينما هم كذلك حول ليلى، وإذا بالأنواب تتساطع من دار الحسين، والروائح تتفاوح منها، وإذا بها قد وضعت بالقمر الأزهر علي الأكبر أفضل الصلاة عليك يا رسول الله صلى على علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه، أصلي وسلم عليه صلوات الزهراء صلوات رب الحسن والحسين الأئمة المعصومين صاحب العصر والزمان إلهي عجل صاحب العصر والزمان باسم الأكبر الليل احتفلنا وأعلنا فرحنا صوتك باسم الأكبر ليل احتفالنا باسم الأكبر نور
وأهل البيت في هذا الشهر بالكون نوار شمس أبو اليمة الشهيد حسين والعباس الأزهار واصبح السجاد تالي وهذه الليلة الأكبر ميلادة والليلة فرحة ميلادة والليلة فرحة هذا والليلة فرحة فرح من ميلاد الأكبر فرح من ميلاد الأكبر باق من وردك يا حيدر والشمس خجلانة منهم والله سبحان اللي صور الليلة فيها الليلة جابت ولد يا حسن وجماله كنا خلقت قمر يزهر في الفلك نور تلاله والقمر لو كان كامل أبد ما يوصل كماله هالليلة فرحان الشيعة هالليلة فرحان الشيعة لفرحان الشيعة الشيعة هالليلة فرحان الشيعة هالولد فرح وجوده الله قلب أبوه بكل وعوده والسماء هالليلة تنثار للعوالم من وروده خجلان القمر في هالمسيح للأكبر تحية باسم الأكبر الليل احتفلنا وأعلنا فرحنا باسم الأكبر لا وأعلنا باسم الأكبر باسم الأكبر شال شبل حسين بيده وقام يتأمل صفاته راح يتأمل صموده ومعاني تضحياته هذا شبل وفيه ينظر كل أمانيه وحياته الليلة ومبارك لحسين الليلة ومبارك لحسين الليلة ومبارك صوتك ومبارك لحسين مولد الأكبر تهاني الله ننشر بكل المعاني تفرح الزهرة وأبوها حيدر بعين الأماني بعيون الصفات الحيدرية للأكبر تحية بعيون الصفات الحيدرية للأكبر باسم الأكبر باسم الأكبر الليل احتفلنا وأعلنا فرحنا باسم الأكبر يا شبه الهادي بصفاته يشبه الهادي بصفاته عند أخلاقه وبيانه ولو حكى تسمع كلامه منطق الهادي بلسانه صورته روحه وعنده من رسول الله الأمانه
هالليلة الليلة والهادي فرحان الليلة والهادي فرحان الليلة والهادي والهادي فرحان والهادي يا زهرة يا زهرة أصيح بصوت أبارك لك يا زهرة بولادة الأكبر هاي المسيا صلوات تكريم الحين الجوائز 58 وقم 58